مباشرة إلى الرياض العاصمة السعودية لنقل مؤتمر صحفي حول العمليات العسكرية لقوات التحالف العربية في اليمن. المنظمات التي تقدم أعمال الطبابة في مناطق النزاعات بإبعاد العيادات عن منطقة النزاع وعن الأهداف العسكرية. ورد إلى الفريق ادعاء من معالي الأمين العام للأمم المتحدة بقصف سوق شعبي بمديرية نهم محافظة صنعاء بتاريخ 27/2/2016 الموافق 18/5/1437 هجري. من خلال إجراءات التحقق التي قام بها الفريق نجد بأنه قد تم رصد أو عبر طائرات استطلاعية عن وجود عربات نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة على الطريق بالقرب من هذا السوق الشعبي الصغير والمجاور لمباني صغيرة وخيام قماشية على الشارع الذي يربط مديرية نهم بالعاصمة صنعاء. بناء عليه اتخذ قرار بالتعامل مع هذا الهدف بدقة تامة بواسطة استخدام قنبلة موجهة بالليزر دقيقة الإصابة. توصل الفريق إلى أن هذا الهدف ذا قيمة عالية باعتباره هدفا مشروعا ويحقق ميزة عسكرية ويمكن التعامل معه استنادا إلى نص المادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف. كما وأن هذه التجمعات التي كانت متوقفة في المنطقة كانت في منطقة غير مأهولة بالسكان، وهذه المنطقة تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة. هذه المنطقة تعتبر منطقة إمداد وتموين رئيسية لميليشيا الحوثي المسلحة، ومنها تنطلق قوات ميليشيا الحوثي المسلحة للقيام بالواجبات المعادية لدول التحالف. بناء على ما ورد إلينا من إدعاء عن وجود عدد كبير وقوع عدد كبير من الضحايا، بعد مراجعة الفريق لتسجيلات المهمة تسجيلات الفيديو المبينة للعملية التي تمت، تبين وبشكل قاطع لدينا بأنه تواجد في تلك المنطقة عدد 7 أشخاص في الموقع، الأمر الذي ينفي معه سقوط عدد 73 شخص بين مصاب وقتيل. النتيجة التي توصل إليها الفريق أنه لم يكن هناك أي خطأ من قوات التحالف بالتعامل مع هذا الهدف من خلال استهداف الأشخاص العسكريين، وأنه لم يكن هناك أي استهداف لأي أشخاص مدنيين أثناء عملية القصف. الحالة رقم 5، ورد إلينا ادعاء من مركز أنباء من الأمم المتحدة عن قيام قوات التحالف بقصف سوق خميس مستبأ في مديرية مستبأ بمحافظة حجة بتاريخ 15/3/2016 الموافق 6/6/1437 هجري. من خلال الحقائق التي اتضحت لفريق التقييم بأنه وبناء على معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بوجود تجمع كبير لميليشيا الحوثي المسلحة، وهي تعتبر منطقة تجنيد بالقرب من سوق خميس مستبأ. من خلال الأعراف في تلك المنطقة، هذا السوق لا ينشط إلا يوم الخميس من كل أسبوع ويكون مكتظا بالمراجعين. من مراجعة تاريخ الاستهداف نجد أنه كان في يوم الثلاثاء، وعادة لا يكون في أي نشاط في هذا اليوم. بالاطلاع على الصورة المبينة أمام حضراتكم نجد بأن السوق لم يتأثر لا قبل القصف ولا بعد القصف، وبالتالي يتضح لنا بأنه لم يكن هناك أي استهداف مباشر للسوق، وإنما ما تم استهدافه كان تجمع لميليشيات الحوثي المسلحة. التجمع هذا
كان يبعد عن الحدود السعودية مسافة 34 كيلو متر، الأمر الذي يشكل تهديد للقوات المتواجدة على الحدود، مما يجعل قوات التحالف تعتبره هدفا عسكريا مشروعا وذو قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية استنادا إلى نص المادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. النتيجة التي توصل إليها الفريق تبين بأنه كان هناك سلام للإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف أثناء التعامل مع هذا الهدف العسكري المشروع. ورد إلى الفريق ادعاء من المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفيا التابع للأمم المتحدة بشن قارة جوية على حفل زفاف بتاريخ 6/10/2015 الموافق 23/12/1436 في محافظة ذمار. بعد رجوع الفريق إلى السجلات المتعلقة بالمهام الجوية في التاريخ الذي ورد إلينا من خلال رسالة الإدعاء، تبين بأنه لم يكن هناك أي نشاط على تلك المنطقة في تاريخ المحدد للإدعاء على محافظة ذمار. واستشعارا بالمسؤولية ولدواعي إنسانية بحتة، بحث الفريق في التواريخ القريبة من هذا التاريخ، فتبين له ما الآتي: بعد يوم الادعاء الوارد بالرسالة من المقرر الخاص، تبين بأنه كان هناك عملية جوية بتاريخ 7/10/2015 على الطريق الواصل بين ذمار رداع البيضاء. بالاطلاع على الصورة تبين لنا، الصورة المعروضة أمام حضراتكم، يتبين لنا بأن القصف كان على الطريق الأسفلتي ويستهدف عربات مسلحة متحركة في تلك المنطقة. لم يكن هناك أي استهداف لأي من الأعيان المدنية في ذات المنطقة وبذات التاريخ، وإنما ما تم استهدافه هدفا عسكريا مشروعا يحقق ميزة عسكرية لدول التحالف، الأمر الذي يضفي عليها المشروعية استنادا لنص المادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. النتيجة والمحصلة التي توصل إليها الفريق بأن الإجراءات التي قام بها من خلال استهداف هذا الهدف كانت سليمة من الناحية القانونية، ولم يكن هناك أي خطأ لقوات التحالف. الحالة رقم 7، ورد إلى الفريق ادعاء من رئيسة برنامج الغذاء العالمي عن تعرض 4 شاحنات تحمل مواد غذائية تابعة لهم بتاريخ 9/10/2015 الموافق 26/1/1437 في مديرية حريب بمحافظة مأرب. تعرضت هذه الشاحنات لقصف من قوات التحالف، نتج عنها إصابة 4 سائقين وتدمير كلي لشاحنتين وجزئي للشاحنتين الأخريين. نقلنا لكم مشاهدينا الكرام.